نحن ننوه لأنه هذه الصور التي نتابعها على الشاشة هي بعد هذه الضربة الإسرائيلية التي قالت مراسلة الحدث ناهد يوسف بأنها استهدفت اجتماعا أمنيا لحزب الله، وتعتبر ضربة كبيرة للحزب، وقد فقد أكبر في هذا الهجوم أكبر ضربة للحزب بخسارته لأبو طالب الذي تم استهدافه في هذه الغارة. من بيروت معنا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة. عميد خالد، مرحبا بك. ماذا نفهم هذا التطور، وماذا يعني استهداف هذا الاجتماع وقتل أبو طالب؟ مساء الخير. يعني هذا مسلسل يبدو أنه بدأ ولن ينتهي. إسرائيل يتستخدم نقطة قوتها، أي الاستعلام المتواصل، ربما رصد المكالمات، التصوير الجوي، وكل ما يمكن أن يفضي إلى تحديد أماكن قيادات حزب الله، وبالتالي يتم استهدافهم بشكل يبدو أنه دائما، يعني يصيب في غالبية الحالات يصيب الهدف. هذا هو شكل. طيب عميد خالد، اعذرني على المقاطعة، فقط نريد أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل، مقتل القيادي في حزب الله حسين حميد الملقب بساجد في غارة جوية، أيضا إلى جانب ثلاث قيادات أخرى من بين القيادي أبو طالب في هذه الغارة. إذن مشاهدينا، نحن نتابع معكم كل هذه التطورات في جنوب لبنان، عن مقتل قيادات في حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في بلدة جوية، من مقتل القيادي في الحزب حسين حميد الملقب بساجد، وأيضا القائد أبو طالب. أعود إلى ضيفي من بيروت العميد خالد حماد. تفضل سيد العميد، أكمل ما كنت تقوله واعذرني على المقاطعة من جديد. يعني أقول إنه المواجهة الآن، يعني إسرائيل تستثمر بنقاط قوتها، وربما يمكن القول أن تستثمر في نقاط الضعف لدى حزب الله، بمعنى إنه كل جهد الاستعلام الذي تقوم به إسرائيل يجعل كل تحركات حزب الله مكشوفة. هذا اجتماع بين قيادات، يعني لغاية الآن إذا تكلمنا عن أبو طالب أو ساجد، هما قياديان بارزان من الصف الأول في حزب الله. إذن يعني التخطيط لهذا الاجتماع، التواصل بين هؤلاء القيادات، حتى وإن كان يتم ضمن حلقة ضيقة، يبدو أنه مكشوف إسرائيليا، وهذا يعني ما أظهرته نتائج هذا الهجوم. أعتقد أنه هذا الاستهداف يعبر يعني بشكل واضح عن يعني شكل المعركة المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل. ربما حزب الله كان ينتظر أو يضع في حساباته أنه كل هذا التصعيد في الجنوب سيؤدي إلى عملية برية يستعيد فيها حزب الله يعني دوره، ويمكن ساعتئذ أن يسدد لإسرائيل يعني ضربات هي متعلقة بمجال قدرات هذا الحزب. ولكن يبدو أن هذه الحرب عبر المسيرات المستندة إلى الاستعلام والمستندة إلى تقاطع المعلومات والمتابعة، يبدو أنها يعني لا تعطي لحزب الله أي فرصة لكي يقيم نوع من التوازن الميداني. طيب عميد، يعني كيف نفهم هذه السهولة الإسرائيلية في اصطياد القيادات الأمنية في حزب الله؟ يعني أربع قيادات في اجتماع في منزل، يعني ماذا نفهم هذه السهولة الإسرائيلية في اصطياد القيادات؟ يعني هي لا يمكن القول، يعني كلمة سهولة قد لا تكون تعبر عن فعلا الوضع، ولكن يمكن القول أنه الاستعلام الدائم، وجود مصادر عديدة للمعلومات، التطور التكنولوجي الموجود لدى قوات العدو الإسرائيلي ولدى يعني مراكز التنصت التي يعتمدها، كل ذلك يعني إذا جمعنا صور الجوية مع ملاحقة الاتصالات مع ربما عملاء في الداخل، مع ربما ملاحقة اتصالات هاتفية،
كل ذلك يمكن أن يفضي إلى تقاطع بالمعلومات، ويمكن أن يفضي إلى تعيين يعني الأهداف. يعني أنا أعتقد ربما نجزم أن كل هؤلاء القيادات ربما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهواتف أو أي وسائل اتصال أخرى هم موضع متابعة حثيثة من قبل إسرائيل، وبالتالي ربما يعني حزب الله لم يستطع برغم يعني إثارة هذا الموضوع من قبل الأمين العام حزب الله من مرة أنه موضوع الاتصالات وموضوع الهواتف، ولكن لا يبدو أنه يوجد لدى الحزب أي وسائل أخرى يعني تتمتع بالسرية. ربما حتى تكون الاتصالات الأرضية مراقبة بشكل أو بآخر عن طريق عملاء أو عن طريق ربما وسائل ربما متطورة. يعني علمنا منذ مدة أنه القياديين في الحزب لا يستعملون الهواتف الخلوية، لا يستعملون أجهزة تحديد الموقع، يلجؤون إلى الاتصالات الحقلية السلكية، ولكن يبدو أنه ربما هناك خلل ما، وربما أنه إسرائيل كذلك لديها قدرات على التنصت على حتى هذه الوسائل التقليدية، ولذلك كانت هذه الضربة التي أعتقد أنها ضربة موجعة لحزب الله. الآن يعني السؤال ليس يعني كيف سيرد حزب الله، أعتقد أن هذه الخسارة الكبيرة تستوجب من حزب الله أن يراجع حساباته، طريقة مناورته، يعني أشكال المواجهة التي اتبعها لغاية الآن أو التي ربما يفرضها العدو الإسرائيلي على الحزب. يعني طيب عميد خالد، هذه الاستهدافات هي عملية إسرائيلية خالصة، أي بمعنى دون مساعدة أمريكية فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية عن تنقل هذه القيادات داخل البلدات جنوب لبنان؟ ربما يكون هناك مساعدة خارجية. يعني أنا أعتقد أنه كل الجبهات هي موضع رصد من الولايات المتحدة، من بريطانيا يعني طبعا، وهذا طبعا ما أدلت به صحف أمريكية يعني منذ يومين عندما يعني جرت عملية المصيرات، حتى أنه صحيفة الول ستريت جورنال قالت بشكل صريح أن هناك مساهمة أمريكية وبريطانية في هذا التنصت، والولايات المتحدة وكذلك هي قالت أنه ليس لدينا قوات على الأرض ولكننا نقدم المعلومات الاستخبارية لإسرائيل. إذن يعني أعتقد أن هناك ثغرة ما توصل أحد هذه الأجهزة الاستخبارية المتعاونة مع إسرائيل إلى التوصل إلى تحديد هذه الأهداف بدقة يعني، ويتم طبعا استهدافها بكل هذا بكل هذه الفعالية. لذلك يعني أنا أقول أنه حزب الله لا يظهر أنه ربما استفاد بما فيه الكفاية من كل هذه العبر التي قدمتها كل الأيام السابقة، أو ربما هو استفاد وأجرى بعض التعديلات، ولكن كان لدى العدو الإسرائيلي كذلك إمكانات لتجاوز كل الإجراءات التي اتخذها الحزب. ولكن يمكن القول أن هناك مواجهة، إسرائيل تستخدم ثغرة يعني لدى حزب الله يقابل هذه الثغرة أو تستغل هذه الثغرة من قبل نقطة تفوق متوفرة لديها، وهي التنصت والاستعلام وتقاطع المعلومات والصور الجوية وربما المخبرين كذلك. شكرا جزيلا لك من بيروت، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة، على كل هذه الإيضاحات.